بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا المشروع لأسباب كثيرة. أولا التعاون الحكومي والتعاون ما بين الهيئات، ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تحت مصر، لأن احنا نقدر نخرج مشروع جميل بهذا الشكل. المشروع يمكن هيبدأ حوالي 200 سيارة وقابل للزيادة. برضو سعيد انه اغلب هذه السيارات خارج القاهرة، الغالبية العظمى هتبقى في المحافظات اللي احنا فعلا محتاجين فيها منافذ اكثر ووصول للمستهلك النهائي بشكل افضل. الشكل الثالث، لو احنا بنتكلم على الاسعار، ده جزء من ازاي نسيطر على الاسعار. احنا عارفين الاسعار كلها مرتبطه بالعرض والطلب، لكن في هذا المشروع وزاره التموين مشهوره بتدي سله من المنتجات محدده السعر للمستهلك، وداخل فيها نسبه الربح بتاعتكم. وده يمكن ارجع تاني واقول الالتزام اللي قال عليه الدكتور علي مصطفى. سعيد كمان بفكره انه في شراكه ما بين الاشخاص، يعني ودي ثقافه العمل الحر اللي احنا لازم نبتدي نفكر فيها. انا برضو كنت يمكن في مرغم يوم السبت اللي فات، وكنت سعيد ان كل جزء كبير من الشباب اللي كان بيشتري داخل بيستلم المصانع دي كان اكتر من واحد، ثلاث او اربع شباب. فدي كلها علامات ان احنا ماشيين الحمد لله في الاتجاه الصح. الطلب يمكن اللي اطلبه من اصحاب هذه المشاريع، خلي عندكم طموح. المشروع ممكن يبدا بعربيه، ممكن ينتهي ب50. الفرق ما بين الاثنين الطموح والرغبه في النجاح والالتزام، ودي نقطه قال عليها الدكتور علي مسافر. كل مشروع بيبدا بحاجه صغيره. النهارده انتوا بتبداوا بعربيه واحده، مفيش اي مانع ان يبقى في 10 عربيات، 20، 30، وتقدروا تكبروا. والميزه انه كل حد بيشتغل في العربيه دي وراه كذا واحد بيشتغل، سواء في الحكومه او في القطاع الخاص. وفي النهايه احنا بنخدم شعب مصر، بنخدم المستهلكين اللي هم الهدف الاساسي بتاعنا. فمبروك عليكم، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم عندكم اسطول من العربيات وليس عربيه واحده. كل سنه وانتم طيبين. شكرا.